السلام عليكم احسان، مرحبا بك معنا في قناه شوف تي في. الله يبارك فيك. بغينا تقربينا من احسان. الو، شكرا بعد على الاستضافه ديالكم شوف تي في. و احسان البلادي فنانه بدات من شحال هادي و الى ربخي يعني الدومين جديده ماشي شي تقسيم. هادشي اللي كاين الناس اللي كيعرفوش احسان ولا الانسانه غير الزهره عرفيهم احسان شكون هو؟ الوغ احسان ركراكي فنانه ديجا قرات وديجا عندها يعني ابار الفن عندي حوايج اخرين. ام جوج ديال الاطفال، بني وتات، جوج بني وتات، و وان شاء الله سي فري بعت على الدومين شويه واحد المده ديال 3 سنين اولا 4 سنين بحكم ان كان عندي الوليدات والبيت ديالي. مي دابا جو فيان دو روبراندغ لا كارير ديالي، بديتها سي فري ما بديتهاش من 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 المغرب، عاودت بديتها عن طريق دولة عربية واحدة أخرى اللي هي مصر. مشيت السنة اللي فايتة سجلت أنا ألبوم، كنقولوا الله يعطينا يا ربي يبعد علينا هذا الوباء لأنه جا وحبس علينا بزاف ديال الحوايج. مي إن شاء الله قريب غتشوفوا أحسن ركراكي بصورة واحدة أخرى. أحسن ركراكي عطينا الرصيد الفني، قربينا من الرصيد ديالك الفني. الرصيد الفني كان قريب يتوحشك الخير، عيب حشومة. وباقي كاين 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 بزاف. قلت شي جوج وحدين اخرين حيت قديم. الوغ كان قريب، فوالا كان قريب اوسي. سودو دوزام هو اللي كان البدايه ديالي. قبل منها كنت خديت لو بروميي بري ديال الاغنيه العربيه اللي كانت دار ما بين لبنان والمغرب في 2010، خديت لو بروميي بري. من موراها دزت دو دوزام وحنا دابا كنشقوا طريقنا ان شاء الله غادي يكون. قربينا من علاقتك الفنان المحبوب عبد العالي الغاوي. الوغ عبد العالي الغاوي بحال اللي نقولوا لو باغان ديالي في الدومين ارتستيك. علاش؟ لان فيما كتكون احتار ركراكي باغا دير شي حاجه، عبد العالي واش ندير هادي واش ما نديرش هادي، بحكم انه سابقنا بزاف في الدومين ارتستيك، بحكم انه متقرب بزاف من الوالد ديالي، وهذاك الانسان عزيز على قلبي بزاف، ومازال غادي يكونوا اعمال معاه ان شاء الله مستقبلا. يعني انت كتشتغلي مع عبد العالي الغاوي؟ بطبيعة الحال. وقع هنا عرفنا انه عبد العالي الغاوي تلقى دعم اللي قدمته وزاره الثقافه. شرحي لنا، احنا شفنا ضجه نضت على هذا الدعم هذا اللي خذوه الفنانين. انت كوحده من الناس اللي كتشتغلي مع عبد العالي الغاوي، كيفاش تقدري تشرحي لنا؟ غير باش نشرح باش نوضح للناس الفكره. الدعم هو ما كيدارش، اولا الدعم من الحاجه اللي احنا ضروري خصنا ناخذوها، يعني الحق ديالنا خصنا هذاك الدعم. يعني اي فنان من حقه انه يتعطى له هذاك الدعم. كاينين الناس اللي ما دفعوش دونك ما سي نورمال ما غاديش تلقاو الدعم ديالهم. بالنسبه للدعم اللي تعطى السي عبد العالي الغاوي واللي انا معاه في لو ميم دوسي، وهذا هو السبب اللي خلاني انا ندير هذا التصريح، لانه البارح صرح انه غادي يكونوا واحد يعني بالنسبه لهذاك الدوسي اللي تحط والدعم اللي تخاد، راه غادي يتخاد واحد 50% غيتحط في في في, في هذا في الصندوق ديال كوفيد، و 50% الاخرى اللي بقات غيتعطاو الموسيقيين، كتاب، ملحنين، ستوديو، ارانجور. علاش؟ اونتر بارانتيز هذوك الناس محتاجين، والفنان اول حاجه تضرات، اكثر ناس تضروا في هذا في هذا في هذا الوباء هذا هما الفنانه، هما الموسيقيين. كنشوفوا بزاف ديال الفنانه والموسيقيين اللي مساكن خرجوا من ديورهم، ما قدروش يدخلوا ولادهم للمدرسه، كانوا كيقريوهم في مدارس عموميه بلوتو ديال فوالا عموميه عموميه ياك خاصه، ردوهم دابا في مدارس عموميه ديال الدوله. يعني الله يحسن
العوان، واحد كان كياخذ كثير ولا كياخذ قليل، يعني ما شفناش. وعبد العالي هو اول عام غادي ياخذ الدعم هو هذا العام هذا، وكنت بيني وبينه هضره دايزه وانا نقول له علاش لا منا حنايا حتى حنا محتاجين الدعم. بون هو بيان سور عارف انه الناس ما غاديش يسميتو، ولكن دار داكشي على ودنا حنا، على ود موسيقيين، على ود ناس وحدين اخرين اللي محتاجين. علاش حنا غادي نمشيو نشدو مثلا هذاك الدعم بيسكو نات ضجه كبيره حقا هذاك فلان خدا فلان خدا، علاش حنا غادي نشدو هذاك الدعم ونرجعو للوزاره الوغ كان حنا ما عارفينش اصلا فين غادي يمشي هذاك الدعم من بعد. دونك شنو لا ديسيزيون اللي اتخذت؟ انه 50% غادي تعطى للصندوق ديال كوفيد اللي هو امر به سيدنا الله ينصرو، و 50% غادي تعطى للناس اللي ضربوا مجهود كبير في هذاك الدوسي، في هذاك لو بروجي اللي فيه البوم، فيه بزاف ديال الحوايج، فيه موسيقيين اكثر من 23 موسيقي كنسطر عليها. دونك انا من الناس اللي مع في هذاك البروجي، وانا كنزيد نوثق الهضره اللي قال وتنقول انا لي انا معاه في هذا لا ديسيزيون، حتى انا معاه في 50% و 50%. وهادو من الحوايج اللي جو بونس احنا فكرنا للناس اخرين، ما فكرناش لريوسنا، ما فكرناش هو كذلك، ما فكرش راسو، فكر الناس وحدين اخرين اللي معاه في هذاك البروجي. فوالا يعني انتم من البدايه فاش دفعتوا الملف ديالكم كان القصد ديالكم انه ملي يخرج الدعم تعاونوا به الناس والموسيقيين اللي معاهم؟ مي بيان سور بيان سور. شوف انا نقول لك واحد الحاجه، لا بروف سي كو دابا هاد لي شونسون اللي حنايا دفعنا في الدعم راه قبل ما ندفعوهم راه كتكون ديجا انت خلصتي استوديو، خلصتي موزيع موسيقي، يعني داكشي من مالك الخاص، عاد كتسنى الوزارات ملي تخرج لك هذاك الدعم غتخلص به. دابا حنا ما غنخل يعني هذاك الشيء اللي خدينا ما غاديش نخلصوا به، داك الشيء خلصناه وصافي، يعني الشيء الاخر غيمشي غير عند الناس الاخرين اللي هما ضروري محتاجين، ما يمكنش ناخذوا عرق الناس، سي امبوسيبل. هذه من انا ما كن انا كنفضل ان يكون بحال هكا الفكره، على انك باش تهز هذاك الدعم وتقول هاكو خذوه. علاش علاش بوحدك كاين في هذاك الدوس؟ سي امبوسيبل. ما كتظنيش ان كاينين فنانين مرموقين يظلموا في المغرب، يعني ما خدوش حقهم من اي ناحيه زعما؟ من ناحيه انهم كنعرفوا ان كاينين فنانين اللي عطاو بزاف للموسيقى المغربيه، وكنشوفوهم مؤخرا انهم ما كيف كنقولوا شي مليوح شي ما لاقيش حتى باش يعيش. بيان سور بيان سور كاينين بزاف. شوف انا نقول لك كما كنقولوا يد وحده ما كتصفقش، ما يمكنش كتصفق بيد وحده. علاش؟ لان الفنان كون كنا حنا فنانه ما بيناتنا كنتجمعوا وكنقولوا راي واحد ما كانش غيكون هذا المشكل كامل اصلا، حيت كل واحد كيقول كل كيلغي بلغاه، كل كيقول لك حقا انا مع هذه النقابه، حقا انا مع هذه النقابه، مشاو غير البلدان وحدين اخرين غتلقى نقابه وحده، رئيس واحد كاين، ما كاينينش مليار واحد، كل كيهضر بوحديته. نمشيو لدول وحدين اخرين اللي سابقيننا في الموسيقى، مثلا مصر او لا دول وحدين اخرين، غنلقاو ما كاينينش هاد المشاكل هادو، غتلقى النقابه وحده كاينه، شنو كتقول شنو كتقول، يعني الفنان كل شيء عنده ديك لاكارت تابعه لهذيك النقابه. اما حنا كل واحد كيشرق، واحد كيقول لك حق انا تابع لهذا، انا حقا تابع لهذا، ما يمكنش. راه ما يمكنش انت تقول هضره وواحد اخر يقول هضره. شحال من فنان كاين في المغرب؟ راه بزاف. يعني كيبان لك التضارب بين الفنانين، ما كاينش واحد الاستيفاء. ومني ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوة على هذاك الفنان، ماشي كنهضروا، ما كنمشيوش نقصدوا البيت القصيد، كنمشيو غير لهذاك الفنان. انا لو حبدا واحد الفكره خاصها توصل، لو حبدا ان الا وقع شي بحال هذا البروبليم ديال الدعم وهذا الشيء اللي الناس هضروا فيه بزاف وكثروا بزاف ديال الهضره، لو حبيت نكون هضروا على 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 الناس المسؤولين، ما يجيوش يهاجموا واحد ان كوليك ديالك في الخدمه، ان كوليك ديالك في الخدمه ما يمكنش تهاجمه، لان غدور واحد النهار وغادي انت في هذيك البلاصه وغادي انت غادي تقال عليك نفس الهضره، علاش غادي نهاجمك؟ دونك جو بريفير الا بغيت نهضر نكون حقاني ونقول علاش هذيك مثلا الوزاره دارت بحال هكا. علاش سولوا فنان؟ احق هذاك الفنان حيت عنده الفلوس ما خصوش يدفع، راه هذاك حق من حقه يدفع واخا يكون عنده الفلوس، حيت نتوما ما عارفينش شنو هو فين باغي يوصل، معاه ناس وحدين اخرين خدامين معاه، خصو يوصل لهم دعم ديالهم، خصو يوصل لهم فكره. وهذوك لي بروجي اللي غادي يخرجوا، حيت حنا اوني اوبليجي اننا نخرجوا هذوك لي بروجي اللي خدمنا عليهم، اوني اوبليجي، دونك غادي يكون من المال الخاص ديالنا.
منين حنا اون ابري لا ديسيزيون ديال 50-50 دونك حنا كعبد العالي الغاوي او لا او كاحسن الركراكي او كفنان وحدين اخرين اللي خداو بحال لا ديسيزيون ديالنا يعني غادي داكشي كله غيخدم بالمال الخاص ديالك فوالا. واحد السؤال خاص وي نادي تبرعي بالدم ديالك لمن تبغي تبرعي؟ المغرب كامل صراحه انا من الناس اللي كنت ديما كنتبرع بالدم ماشي الدم الدعم الدعم صحاب اللي قلتي الدم الدعم ديالي الموسيقيين غنجي نهضر على الموسيقيين حيت هما اللي اكثر ناس تضروا بزاف قريبه منهم كتعرفي المعاناه ديالهم يا كنعرف المعاناه ديالهم بزاف وانا كنحسب راسي منهم كنحسب راسي معاهم حيت حنايا الفنان ملي كيطلع سوغ سين شكون كيكون ديغيغ لوي موسيقي هو اللي كيطلعك ولا كينزلك دونك انا مع الموسيقيين فوالا. شنو رايك في الفنانات اللي ولينا كنشوفوهم في الاخر ان عندهم كيستعرضوا المفاتن ديالهم اكثر ما كيستعرضوا الصوت ديالهم؟ انت كفنانه وحنا عارفينك ان عندك طاقه صوتيه طربيه اللي عزيزه اولا كتعجب معظم المغاربه، الراي ديالك في هذا النوع هذا اللي شوف كنقول لك واحد الحاجه، الله جميل ويحب الجمال ياك؟ لا ماشي 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 شي حاجه اللي خايبه انك تستعرض الجمال ديالك وماشي شي حاجه خايبه لانك تمشي تتزين وتبان زوين حيت فوق من داك الصوت الزوين الناس غيبغيو يشوفوا صوره زوينه دونك ما انا بوغ مو كاين فنان استعراضي شوف هذاك الشيء كيبقى شي حاجه ديالهم حنا بغينا نعرف الراي ديالك الخاص الوغ اوفر صراحه حنا في بلد عربي ومسلمين عندنا دي برينسيپ عندنا حدود ما نقدروش زعما نديباسيوها كل واحد كيبقاو القناعه ديالو الا دار شي حاجه غيديرها راسو ما يديرهاش لي انا دونك كاينين جمهور ديال هذوك الناس باغيين يشوفوهم يتفرجوا فيهم انا ماشي ضدهم نهائيا هادو قناعاتهم اي سا بروف با كو ان هذوك الناس خايبين في الداخل ديالهم نهائيا يعني انا ماشي ضدهم وماشي معاهم او ميم طون احسن الركراكي شكرا كنتي معنا اليوم الكلمه ديالك الاخيره للجمهور ديالك خابره شكرا الوغ الكلمه ديالي الاخيره هو شكرا بزاف لكم لان عبر هاد شوف تي في غزاله كنوصلوا شي حوايج اللي خصهم يوصلوا ويعرفوهم الناس والحمد لله بلا ما نهضر انا على شوف تي في الناس عارفين شنو كاين نبغي غير نقول الله يعطيكم الستر لي زاباغون سون ترومبوز ما تبقاوش تهضروا على ناس وحدين اخرين ما تبقاوش تهضروا على شي موضوع نتوما ما فاهمينوش ما تبقاوش تهضروا على مغنيين اولا فنانين وتبقاو تضاربوا مع الفنانين بيناتكم عرفوا مع من كتدويو عرفوا مع من شكون اللي خصكم توصلوا ليه الميساج وهذا الشيء اللي كاين واحسن ركراكي قريب ان شاء الله غادي تشوفوا بعدا عندي ديو قريبا غادي يكون مع مغني معروف مغربي وجدي الاصل وان شاء الله هذه راه حصريه على شوف تي في غادي يكون ديو ديالي ومن بعد ان شاء الله غادي نتجه للديار المصريه باش نكمل الالبوم ديالي شكرا ان شاء الله ميرسي بوكو لي ليغ بيك